انت تقول عندك مقادير جايب 2 ليه؟ ما ادري والله جايب 4 ترى. حسب انك احسب انك حاسب المقادير حسبه والله. احسب لك شوي كروسون زياده. كل ما طفشت زودت كروسون. ايش فيك انت؟ علي ما حطيت سفليه في الميكرويف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حلقة الحلا يا حلا. عموما اليوم غير راح نسوي طبختين مختلفة. كل عام وانتم بخير. ايه صح كل عام وانتم بخير. عيدكم مبارك جميعا ان شاء الله. طبعا بما ان العيد قشبك اي موضوع. لا ترى العيد قريب. صح عيد قريب فبنسوي حلا يمكن تسوون العيد. ترى احنا ما نصور بداية رمضان. لا وين الفضيحة يا اخوي. اتلمهم نزل باكر اليوم. عموما من يبدا اول حجر ولا مقص؟ مرتين تعادلنا مرتين فزت مرتين فاز هو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبختي اول شيء الحمد لله ابدا قبلك روح. طبختي هي ام علي. ام علي اللي ما اعرفها هي طبخه انا جدا احبها مره احبها. هي تتسوى بطريقه البف باستري او اللي تعرف ذاك اللي انقطع من السوق كان مهمش ما حد حلاوه والكوت اللي كذا مو 7 دايز. انت ما تعرف 7 دايز في حياتك صح؟ قبل كان منقطع ليه وش البسكوت اسلم بسكوت لونه اصفر ما حد كان يطلبه ابد إيه؟ وطلعت هبت ام علي بهذا البسكوت عرفته اللي كذا يتكبكب تك 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 يتكبكب ايوه إيه؟ هم يسوونه بهذه الطريقه او بف باستري او طريقه جديده اليوم بسويها لاني دخلت بقاله او ما عندهم بف باستري ف بف باستري هو الحلا تسويها بالتصبيره الكروسان الزبده. بسم الله الرحمن الرحيم. جاهزين؟ بسم الله. يلا ابيك تجيب لي قطاعه والسكين يا مساعد. ترى اكل وحده كانت 6 اكل وحده ترى والله شفت بعيوني والله فضيحه قسم بالله فضيحه يا اخي جاي يا اخي. الطريقه كالتالي خليني اشرح لكم الطريقه. اول شيء نقطع الكروسان قطع قطع قطع. بسم الله الرحمن الرحيم. قطع بلاش رايك في التقطيع احس اني فنان. هو كذا تسوى كذا تسوى فن. الصدق اني ما ادري والله بس الظاهر انه يعني شوف الكروسان معطينك اياها ملفوفه كذا ليه تقطعها بالضبط. طيب سؤال إيه؟ هذه بتكون تحت الطبقه اللي تحت صح؟ برضو ما ادري وش بتسوي الحين. ام علي ام علي اللي على خبرها هي خبز حليب حليب حار شوي وبعدين تحط عليها ما في نستله الا جايب انا اي كفو نستله وقشطه بعدين نكسر المكسرات وندقها ونخليها. بس بذمتك ما بحثت عن طريقه صنع ام علي الا والله بحثت صدق ذمتك والله يا حيوان اقسم بالله انك غادربي وانا والله ما ادري وين اسوي حلاي. تدري ليش بحثت؟ ها؟ عشان ناكل شيء زين. بناكل شيء زين وشكت ما عندك ثقه في قدراتك الطبخيه؟ ما اعرف اصلا انا اول مره ادري انها كروسان. انت ليش صار تقطعها صغار؟ احس برضو انها احسن. ممتاز ممتاز حار. هنجرب على وجهك. يدي ما ب لا ايش رايك نجرب سكين على يدك ما دام الوضع كذا يعني نقطع شوف تقطع ولا ما تقطع. عاد شوف قطع خلاص نجرب اشياء ثانيه. اي شيء تحس انه كذا علم. اي شيء في علامه صفراء في اليوتيوب يصير فن المقطع. لا لا ان شاء الله ما زين لا تخاف ترى احنا بروفيشنال بس لازم تكتب ايش اسمه فن الاحتراف الطبخ عشان يقولون هذا البروفيشنال. ونكتب فن في العنوان. اي فن احتراف الطبخ. احس انه خلاص قطعنا كفايه. والله احس اني قصرت بزياده انا ما ادري ليه بس كذا. طيب بسم الله قرب معي يا استاذي هيك لي وز السر وز السر بسرعه وز لا يشوفون يا ما وزع ما تعطف جبهتك. نحط الحليب ابو قوس. بسم الله شو في ترى كنت حاط حار ما اصبر 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 اخر دقيقه انا احس انه غلط. لا لا انا متاكد انه غلط. وش اللي حليب القوس بحاله يطبخ؟ ما انت بصاحي انت نقص. وش اللي حليب يطبخ لحاله صاحي انت؟ ما عليك ما عليك صادق ولا طبعا كم كميه الحليب؟ كله صح. والحليب الثاني ينحط ولا ما ينحط؟ لا ينحط ينحط اكيد. متاكد انت مقادير؟ والله ما اتاكد صراحه. حط ما عليه بس كثير مره ذا. لا لا مو بكثير مو كثير من الطبخ والله. لا بدون حلف اي شيء هنا بدون حلف لا تحلفني. بس والله شوف حلف على شيء ما ادري. انت افضل امس سويت طبختين احسن مني فاكيد انك فاهم. تبي صدق؟ إيه؟ انا عندي فن الارتجال. اسمع اذا هجت معك عندي سؤال. عندي سؤال منطقي. الحين انا خابر ان هذا الحليب يحطون شوي في الشاهي ما يحطون واجد. احنا ليش نحط واجد؟ انت تقول عندك مقادير جايب 2 ليه؟ ما ادري والله جايب 4 ترى. حسب انك احسب انك حاسب المقادير حسبه والله. لا والله على اساس انها شكل بس هنا نحط 2. انت ما صدق ما حسبت ما حسبت والله. هل يسممنا؟ طيب اذا يسممنا اسمع اسمع انا قلت لك عندي فن إدارة مخاطر. عرفت يلا أمورنا زينة. خلاص ما دام أمورنا زينة أول شيء سويه. لا 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 عليك شيك لي شيك. متأكد؟ إيه ما عليك هذا. والقشطة وين تحطها؟ ما عليك ما عليك. حط الخبز الكروسان. أحس كثرنا حليب فلازم نكثر كروسان. إيش رأيك؟ إيه كروسان واجد. صح؟ ما عندنا كيس لحم فوش بنستخدم؟ نستخدم الأكياس الكروسان نحط اللوز. ليه؟ ما عليك طبختي صح؟ يلا سل. ما عليك ما عليك. احس انه يكفي يكفي. لا ترى المكسرات كل ما كثرت كل ما طلعت احلى. طيب شوف ايش نسوي. جبنا مكسرات كلها حطيناها في اللوزين صح؟ ما تصفق اصبعي. لا طيب اصبعي اصبعي زحتني الله يعطيك العافيه. هذا اللوز باقي فستق بعدي. والله تعرف تنرفز. هنا فستق هنا اللوز. بسم الله الحين نحط القشطه. طبعا القشطه شوفوا تيجي هنا لازم توزع مكان القشطه ديبه. وكذا عشان ايش؟
عشان ايش؟ عشان كل قطع الكروسان يجي قشطه. طبعا هو صدق انا طلبتك ملعقه عشان شكل بس يعني صراحه. ولا ما يفرق؟ ما يفرق صدق يعني. شوف السر الاخير في الطبخه الاخيره او في الطبخه اللمسه الاخيره، احس والله صدق يحتاج كروسان زياده لان في مقادير اكثر من اللازم. بسم الله الله الله. شوف 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 كيف الله. باقي سر الاخير وهو اللي بنكه كل الطبخه اللي هو النستله. بسم الله. الحين هذه هي النكهه النستله. النكهه. طيب دقيقه خليني اخلط اول شيء ثم نحط. ما عليك الحين مع الخلط. رح تاكد ترى يدي ما لها دخل من ضمن الحلقه. ما شاء الله تبارك الله يا ولد. شو صار كذا الغبيس؟ ما عليك. طيب الحين جاء دور ايش؟ اوه حركات بركات. ايه بسم الله. كل ما كثر مكسرات كل ما وزع العميل صار لك الا في النص. والله احس شكله طلع شهي. انت صادق كذا واجد والله. بس في الواقع بتصير مكسرات وشويه حلا وشويه كروسون واي حلا تتكلم عنه. ترى كذا الحين تقريبا 98% من طبخه هذه يوم علي حقتنا مسويها طرباخ. بس بس تخلط. لا ما تخلط الحين. في مكون انزرى في مكون حليب حقي. بس شوي احتاجه كله كامل. بس شوي والله شوي والله شوي بس كل والله والله شوي كل والله والله شوي. ايوه سلام يا سلام يا سلام يا سلام. بس 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 عشان حقك كير. لا باقي شوي ترى عادي خلاص. بس ما ابغى نص ربع. لا تخرب وجبتي يا عيال. بنعترف الان بودي خرب يا بزر. الان صار لازم نحط نستله اكثر. لا 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 لا, لا والله انت تقول لكم شيء واجد كله نستله. والله واجد النستله مره. شفت يومك تحطونه وانا جاني احساس الطباخ. ايوه جاني يقول لا غلط نستله كثير. خلاص ترى خلصت وجبتي. دقيقه بجرب هنا بس شوي. حاره انت بنت بحاره والله انها ديم. اسمي له خلط. صدق قاعد ادق. عرفت شو اقصد؟ جالس ادق كل مكون لحاله. صح نستله حليب شايل مدري شو كذا. والله اني اسمع. مو بكذا تقلب. شوف كذا. شوف دقيقه زوز. شوف كذا. لا اسمع تنزل مكونات ثم ترفع. اي بس بينكب يا بزر. دفيتني الله يهديك. خبر ام علي ما تاخذ 5 دقائق. احنا الحين لنا نص ساعه نطبخ. كم لنا ساعه؟ الله يبيض وجهك. 25 دقيقه حلو. احس بي لك شوي كروسون زياده. كل ما طفشت زودت كروسون. ايش فيك انت؟ دق حاره صح؟ طعم احسن صح؟ واضح من وجهك اللي طبخ فنان صح؟ طعم والله احسن. كومينات صارت مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبختي لهذا اليوم هي عباره عن سوفليه. اول مره اسوي حلا. مو سوفليه، اول مره في حياتي اسوي حلا والله العظيم. حتى بسكوت ايام ابتدائي ما سويت حركه حلا البسكوت. ذاك البسكوت فوق نستله وتاكله. مو من هواياتي صفر. اوكي نستله ترى استغفر الله ما بيحلف اني اول مره اذوقها كذا دايركت. بسم الله. شو كوناتها اللي انا خبره؟ انها علبه قشطه كامله. حلو. ونص نستله. حلو. وظرف دريم ويب و4 اوريو. ممتاز. اوريو حط ولا دقه؟ لا دقه. اوكي نجيب الدقاقه اللي اي لازم. شوف اول شيء بسم الله نبدا بالمكون الاول. يلا بجيب لك الدقاقه. يلا هذا النستله. حلو. قال لك نص ما حطيت ولا ربع. بسم الله. هذا النستله هنا ثم ظرف دريم ويب. ان شاء الله انها صح. يدرونك في فاوي حاطين لك اوريو فيه كوره. يا بزر. ثم نخلط الدريم ويب مع النستله. سلام الله يا ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. ورر يا سلام. اتوقع حلاي بسيط والله مره. طيب من بيقيم اليوم؟ انا الحلقه الاخيره. انا بقيمك وانت تقيمني. والله بكل صدق وامانه. والله صادق بتصير امين انت. والله لا اقول الصدق. والله احلف قل اقسم بالله. اقسم بالله لا اقول الصدق. لا والله يمشي صح؟ يعني يمشي شوي. مع الحراره وذا يا شباب ان شاء الله انه يذوب ان شاء الله. الشباب اللي بيذقون اليوم ان شاء الله اتمنى انكم تذقون مره واحده وخلاص ما عاد تشغلوني تكلموني وتبون حاله سفليه. تدري هري صار يقولون تعال لف تنبوسه معنا من بعد ما صورنا. قالوا فنان حركاتنا ذيك الجيب ما كانوا يدرون اهلي عنها. بالله صدق والله صرت ترى محترفين يا رجال. ما في صحن اصغر يا شباب. والله يا عيالنا صادمين بجدار. انا منك قاعد اناظر اقسم لك شكل طبخ تحلم طبختي. حقتي طلعت كانها مطاريس يا رجال. هذا يكرم النعم. انا حقتي شو كيف طالعه كور كانها راني ما تجي. انت حقك بيله ثلاجه ترى الظاهر صح؟ اما صدق عزيزي المتابع كم تدفع صدقني. عشان تشتري سفلي حقي؟ عزيزي المتابع كم تدفع عشان تذوق المطاريس حقتي؟ يا الله استغفر الله ما بيحلف. إيه؟ بس ابداع وبالله تكفون. لا تهاوشون عند السفلي. كل واحد ياكل ياخذ له لقمه لقمتين ويمشي. ليش حطيت الصحن ثاني؟ لانه ابي يطلع ارتب. بس خلص الطبخه حقك؟ لا ميكرويف وبس يوم الطبخه سهله. طبعا الميكرويف وش الخطه؟ إيه؟ ارتجالي. كم دقيقه؟ لا تسالني والله. طب انا طبختي خلصت. هذه طبختي اللي هي ام علي. ترى اذا رحت بوفيه عروس ومعروس كذا دق ام علي. يلوح 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 جاك شيء؟ جاء شيء طاه.
يعني قوي. لا طيح لا طيح. اي صح صادق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذوق قيم شغلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حر. لا. تبي الواقع؟ ما ذقت شيء. بلعتها على طول. شوف هي فيها مكسرات، هذا نعرفها. فيها طعم الكروسون طاغي. ايه كروسون يمكن هي بالباستي بتطلع احلى. طعم الكروسون طاغي طاغي، كانه كروسون حاط عليه شويه حليب. إيه؟ كسرات. صدق يعني هو قبل شوي قبل ما احط حليب كانت حاليه، الحين ما عاد صارت حاليه، صارت دايت. اخي ما ادري شلون طالع. ام علي هي ام علي. ام علي رخيصه. مره والله ارخص شيء. ما حطينا سكر، قناتها في سكر. ايه الحين نحط سكر دايت. وترجع تخلط. لا وين؟ الا انا اعرفك والله. تعرف شو المشكله؟ اني ما ادري وش مراحل تكون السفليه. فانا ما ادري الان هذا الشيء اللي يشوف قدامي صح ولا غلط. اقوى اقوى اقوى، خلط اقوى. ايه خلط اقوى، خليك كذا بقوة. طيب ما يفرق خلط اقوى ولا الا يفرق. ما يفرق يا رجال. قوي كانك طباخ، خفيف كانك دلوع. مو مرجله الموضوع ترى. مو مرجله. لا لا انك تعرف لابسين مريل الكرهات يعني، مو مرجله ابدا انك يعني. ما له دخل، ما دخل. وش دخل مرجله الطبخ؟ اللي يطبخ لاخويا في استراحه الحرمه. ما له دخل. انا بطبخ بعمر ما له دخل. قص قص سريع كذا على الدزه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول المره الاخيره انقاذ ام علي اللي طلعت. الله يستر عليك يا علي. بتغير وجهي. هذا سكر ولا بس بودره؟ ما تغير وجهي. صح. ليش راح الحلا حقها؟ نسيت لوين راح. معقول الحليب شفط كل الحلا؟ اي اتوقع. علي ما حطيت سفليه في بكرويت. كم دقيقة هو؟ سفليه؟ أما أربعة كثير عليه؟ طيب بس هو ما لا ما انتفخ، المفروض يطلع فوق كذا صح؟ ست دقايق، كملنا ست دقايق بالضبط. والله ما طلع، شو أسوي؟ يا ربي محاولات. والله إني أتكلم جد، ما طلع. وش في شيء في خلطة ولا؟ نعود لكم بالتقييم بعد خمس دقائق يا يلا لا تبغوا معنا. يمين بالله ولا لحمت عاشي. يلا طولنا. ترى انا كنت باني امال اني بسوي لي مقهى وكذا كوفي شوب على ميكروويف. واسمع كل ما طفشت وش اسوي؟ وش اسوي؟ ازيد 30 ثانيه. وش المفروض يصير فرن؟ ما ادري والله. ايش قالت الوالده؟ شككت في كل قراراتي. اي نصاب اقسم بالله احلى والله. اسمع اسحب كل قراراتي وكلامي وكل شيء قلته قبل. طلعت جامده؟ جامده. يلا ودنا. كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلص حلا السفليه. اسمع واحد انا وياك ناكله. ايه ولا نطب في الثاني؟ انا ادري انك ودك تطب في الثاني بس وش لازم ينطب عشان ناخذه؟ كله نفسه. هو اول شيء من جوا دايب، وهذا الشيء اللي يعني المفروض يصير فيه السفليه، فنقطه تاهل والله. ايش هو حاسك تعترض؟ غطي طق. ذوق 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 بس حار. إيه انا خالد نحار. انا تلثعت من ام علي. ذوق ادعي لي. ليش ما سوينا حلا بارد؟ لساني الحين ما عاد اذوق اي شيء. ترى هذا عادي يبرد شوي، ترى المفروض انه يبرد شوي. شفت بالصدق؟ هو حلا، هل هو سفليه؟ مستحيل ابدا. هو حلو ترى اوريو. اقسم بالله لو في قهوه عربيه خلاص احلى استكنان. لا يعطيكم النظره الوسخه هذه، تعال ذق ذق. قرار خير. هو حلو لانه طبيعي انه بيصير حلو، ما في شيء ابداعي، عكس ام علي. حور رجال حقتي. ام علي فيها حليب وفيها انت قيمك ظالم مع انك حالك. لا لا والله صدق صدق. من لا لا قلب ام علي ابو علي ام علي كم دنيا. خل حلو. سفليه خله. بسم الله هذا حلا جديد. اي حلا ما نعرف وش. يلا بسم الله خندوق. اوكي اسمه بوديلي. بوديلي بسم الله. نشوف جيد. كم من 10؟ 6. حقك يعطي 7. تعطي 7؟ كم هذا؟ ستيل 6. يا الكلب رافعك والله ما تسوى 3. انا هذيك ما تسوى 2. اذا تبين الصدق يعني انا واقعي. هتقال 6 اللي هذيك ما تسوى 2. يا حيوان. حرام ترى مستغرب والله انه معجبني. ها؟ والله صدق مستغرب انه حلو. شوف هو مو ترى ما في زود يعني الصدق، يعني احس انه مو بحلا مو بسفليه، بس انه اوريو، طعم اوريو، نص ثلاث اربعة اوريو، اوريو وقشطه. اللي اكتشفناه من هذه السلسله يا اخوان اني سيء جدا في الطبخ، جدا جدا جدا. يعطيكم العافيه، شكرا بودي تعبناك في هذه السلسله، شكرا لكم انتم على المتابعه، يعطيكم العافيه. اذا ودكم اشياء طبخ مستقبلا غير رمضان طبعا، لا تحاولون تقولون لنا، تعبنا والله. انا اكتشفت عندي مواهب مدفونه. شوف انه صارت مليون حلقه، مليون مشاهده الحلقه، والله لا اسوي سلسله طبخ. يعطيكم العافيه. يا رب توصل، استغفر الله. ترى فكرة التقطيع. انقطع قلبي، مطي العافية.